سمير اليومين اللي فاتوا كان شكله مشغول قوي، ماسك الموبايل طول الوقت وقاعد لوحديه، بيبعد عن سميرة وبيبعد عن الولاد وماسك الموبايل ويدخل بيه الأوضة ويقعد وشكله متغير. سميرة الفار ابتدى يلعب في عبها، شكله في حد في ال... مش عايز اتكلم. دخل سمير ياخد شاور، طلع مراته مسكت التليفون قعدت تقلب فيه، أول مرة تعملها. قال لها خير يا سمير؟ أنت متغير وأنا قلقت وخايفة. بتشكي فيا يا سميرة؟ أنا قلقت طبيعي عايزة أطمن. قال لها بعد الحب كله، بتشكي إني بحبك، ممكن أخونك؟ يا سميرة المحبة عمرها ما تظن السوء. أنا كنت مشغول بحاجة في الشغل، ما كنتش عايزة أقلقك لأن بخاف عليك من القلق. سميرة اللي بيحب ما يظنش في حبيبه حاجة وحشة، اللي بيحب يلتمس الأعذار، اللي بيحب يسأل قبل ما يشك. مش كده ولا إيه؟